تمتلئ المحروسة بحكاوي تجمع بين تاريخ المنارة وفنون العمارة. وفي رحلتنا لفك رموز لغة المساجد هنعرف حكاية مسجد الست مسكاة، اسم ارتبط بمربية للسلطان الناصر محمد بن قرؤون، واللي بيحكي قصص مثيرة عن مصر في القرن الـ13 الميلادي. القرشانة مرضعة قرؤون، ألقاب لسه لحد دلوقتي بيتم تداولها على السيدة العجوز، لكن كتير من الناس ما يعرفوش ان ورا الألقاب دي حكاية سيدة عظيمة في زمانها كان لها شأن كبير في البلاط السلطاني، وكانت أول امرأة بتدخل السجن بإرادتها لمساندة السلطان حتى وفاته، وكانت بتعطر أموال الزكاة والصدقات بالمسك، عشان كده أطلقوا عليها الست مسكة. نحن الآن بين جدران مسجد الست مسكة. يعود تاريخ بناء هذا المسجد العتيق إلى العام 1339 ميلادياً 740 هجرية، وينسب لمربية السلطان الناصر محمد بن قلاوون الست مسكة، اللي كانت تعد واحدة من أشهر النساء في العصر المملوكي، فقد كانت مربية للسلطان وكاتمة لأسراره. أمرت السيدة مسكة رحمها الله وغفر الله لها بإنشاء هذا المسجد عام 1339 ميلادية و740 هجرية. من هذا التاريخ وهذا المسجد العامر يقوم ليس فقط لإقامة الصلوات الخمس، بل هو منشأ عظيم لتعليم دروس العلم والفقه والحديث والتفسير ودراسة المذهب للإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، وفيه مدرسة قرآنية. وهذا يدلنا على أن هذه المرأة كانت صالحة طيبة تفعل الخيرات ولها دور بارز في أعمال الخير، حيث كانت تقضي مصالح الناس عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. استطاعت جلشانة بدهائها وحنكتها أن يكون لها شأن كبير في بلاط السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ووصلت لرتبة الكهرمانة أو بمعنى مديرة الجواري. السيدة مسكة أتت مع أسرة مغولية وقامت برعاية وتربية ابن السلطان قلاوون. هذه السيدة كانت نموذجا فريدا للمرأة في الماضي وفي الحاضر، حيث كان لها دور بارز في قصر السلطان، وكان يستشيرها في أمور كثيرة وبخاصة في الموائد والمواسم داخل القصر وتنظيم شؤون النساء داخل القصر. أيضا هذه المرأة سميت بمسكة لأنها كانت تعطر الزكوات والصدقات والنفقات، وهكذا أيضا كانت تفعل أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها وعن زوجها، حيث كانت تعطر النفقة والمال قبل أن تعطيه للفقير. هذه المرأة السيدة مسكة رحمها الله هي التي أمرت بإنشاء هذا المكان الذي نجلس فيه الآن. كان هذا المسجد أنشئ عام 1339 ميلادية،
وعام 740 هجرية. على مدار عقود من الزمان، ومسجد الست مسكة ليه دور كبير في الحياة الاجتماعية. السيدة مسكة من أعمالها أنها عمرت هذه المنطقة، فهي كانت السبب الأول بعد الله عز وجل في أن عمرت هذه المنطقة، فأنشأت فيها المدارس والبيوت ونشرت فيها الخير، فعلمت الناس كيف يكون الخير وكيف يضحون وكيف ينفقون وكيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. عمارة المسجد بتعود للعصر المملوكي اللي كان سائد فيه الصحن المكشوف والأروقة المختلفة، وكمان الأعمدة الرخامية اللي بتعبر عن أزمنة متعددة، بالإضافة للموقع الخشبي لمردد الإناء. لم يكن المسجد مثل غيره من المساجد قاصراً على أداء الصلوات، وإنما كان مدرسة لتعلم علوم الفقه، وهو ما يبدو واضحاً في صحن المسجد اللي أعد لاستقبال طلاب العلوم في ذلك العصر، واستمر حتى الآن في تدريس وتحفيظ الأطفال. الست مسكة العظيمة أسقطها في هذا المكان الجامع اللي بيعلموا الناس فيه قرآن، وهي كانت محفظة قرآن، وهي كان بكل المظالم بتاعت أهل مصر كان بترفعها للملك، وكان الملك يستجيب ليها إن كانت بتعمل خير لأهل مصر، وهي مش مصرية، وكان بتحب المصريين وكان بتعمل لهم خير وترد لهم المظالم بتاعتهم. أنا كنت وأنا من صغري بعشق هذا الجامع، كانت والدتي الله يرحمها كانت الشباك بتاعنا قدام الجامع على طول، كانت تقعد تستنى المسك لما يطلع، فما أقول لها أنت قاعدة ليه يا أمي على الشباك، تقول لي أنا قاعدة مستنية المسك بتاع ست مسك، وكنت بقول لها لا الكلام ده مش ممكن والكلام ده كلام مش معقول. لما دخلت الجامع وقعدت فيه المدة دي كلها من أيام الترميم لغاية وقتنا هذا، المسك والروحانيات الموجودة في الجامع بتدل إن الشيء ده موجود، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى إن الجامع ده روحانياته عالية جدا. كتير من الباحثين والمؤرخين بيقولوا إن المنطقة اللي موجود فيها مسجد الست مسكة والمعروفة حاليا بالسيدة زينب بيرجع تعميرها مع حصول الست مسكة على مساحة الأرض من السلطان، أول حاجة أمرت بإنشائها هو المسجد وشجعت الناس على تعمير المكان، فأصبح منارة للعلم وعمارة للأرض.